السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت تتفرج على قناة الأربية وهنتكلم عن فيكتور وورك وهنتكلم إزاي نعمل سبيس تول. سبيس تول ممكن تعمل سبيس تول في أي مكان بالشكل دوت. تقول له أنا عايز أرسم مثلا سبيس تول بالشكل دوت، هو يبدأ يجيب لك الرقم ويجيب لك النت أريا والجروس أريا قد إيه. وممكن تقول له لا أنا عندي غرفة معينة، أقول لكم مثلا هي، وأبدأ أرسم أنا الحوايط وهنحط مثلا فيها كام عمود بحيث تتسلخ من الحساب بتاعتك اهوت. وبعد كده هقول له انا عايز اعمل السبيس، واقول له السبيس اهيت، خد الحوايط ديت. لاحظ حاجة هنا، الرقمين قد بعض. لما بدوس هنا بيجيب لي النت اريا والجروس اريا. طبعا النت اريا ده صافي فبيطرح منه الأعمدة اللي موجودة.